أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن الواقع الزراعي في محافظة صلاح الدين وعدم إيفاء الحكومة بمستحقات المزارعين لعام 2020. وحقيقة هذا سبب إرباك كبير للمزارعين بشكل عام، وخاصة أن الموسم الشتوي على الأبواب. تابعونا ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن الواقع الزراعي. حقيقة وصلتنا جملة مناشدات من الأهالي، من المزارعين تحديداً، من أجل إيصال صوتهم إلى أصحاب الشأن، وخاصة بعد أن عجزت الحكومة عن تسديد مستحقات المزارعين لهذا العام، وبات يشكل مشكلة كبيرة حقيقة تواجه هذا الموسم لهذا العام. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي، شنو مشكلتكم اليوم وهي تسديد الأموال خاصة بالمزارعين لهذا العام؟ المعاناة اللي عاش الفلاح في سامراء معاناة ليس بالسهلة. بعد التحرير أصبحت المناطق خالية من الفلاحين أثناء التحرير، وعادت العوائل إلى ديارهم وإلى أراضيهم، وعادوا نشاطهم من جديد ليستثمروا أراضيهم، والمحصول الزراعي المتواجد هو محصول الحنطة وبكثافة عالية في المناطق، في مناطق سامراء كافة، وخاصة المناطق الطيوب والجلام والجزيرة. بعد أن عادوا الفلاحين نشاطهم وبدأوا بالتصدير، استلموا العام المبالغ المخصصة بأسعار الحنطة، وحين تسليمهم كثفوا من زراعتهم مرة ثانية وأزادوا من الزراعة والإنتاج مرة ثانية. يعني عام 2019 كان مردود اقتصادي ممتاز جيد، وعادوا نشاطهم وكثفوا الجهد مرة ثانية في عام 2020، وصدروا المنتوج الزراعي مالهم من الحبوب، واللي يغذي كثير من محافظات العراق، اللي كان العراق يستوردها بالعملة الصعبة، يستوردها من استراليا، يستوردها من فرنسا، يستوردها من دول عدة. فصار عندنا اكتفاء ذاتي داخل البلد. الفلاح اشتغل وجاب المرشات المحورية والمرشات الأرضية والأسمدة الكيميائية والحبوب والحرث والحصاد، وباع الحنطة مات للدولة. والحد هذا اليوم من التصدير لحد هذا اليوم، الفلاحين الموجودين في سامراء لم يستلموا المبالغ المخصصة لهم، رغم أنه الأسعار كانت متدنية لأسعار الحنطة، غير مشجعة للفلاحين. كانت أسعار الحنطة سابقا الطن ما يساوي 700,000 عراقي، أصبح 500,000 عراقي، ورغم أنه 500,000 فماكو مبالغ للفلاحين. زين، هذا الفلاح مشتري مرشات محورية، مشتري مرشات أرضية، مشتري أسمدة كيميائية، مشتري حبوب، عنده حرث، هذا كله على الموسم، ينتظر الموسم، يجي الموسم يبيع. من يبيع؟ من الشهر السادس، من بداية الشهر السادس، وهذا راح نطب شهر 11 ودينار ما عنده. زين، هو مطلوب له الحبوب، مطلوب له المرشات المحوريه، المرشات الارضيه، مطلوب له السم، مطلوب له الاسمده الكيميائيه، مطلوب له الحارثات، مطلوب له الحاصده. زين، ثم المعيشه مالته شو راح يدبرها؟ شو راح يعيش؟ شو راح ياكل؟ شو راح يشرب؟ اذا الحاصل ماله ما يستلم من عنده ولا دينار، وين ينطي وجهه؟ وين يتقبل؟ زين، طيب، هو عنده موسم جديد، هسا جاء الموسم الجديد، الموسم الحاضر، هذا الموسم المقبل علينا، عنده طشاش حنطة، يريد له بذور، يريد له أسمدة كيميائية، يريد له تهيئة الأراضي بصورة صحيحة. شو راح يزرع هو أصلاً؟ مطلوب على الموسم الماضي، مطلوب كل هذا اللي حسبته. هذا يقدر يزرع عنده بوكو حتى ينوي. هذا يعتبر دمار للفلاح، قتل نفسيته، قتل مستقبله،
تدمير للاقتصاد العراقي، لأن الاقتصاد العراقي من الأساسيات الموجودة به الزراعة، وخاصة مدينة سامراء من المدن الزراعية المنتجة والمغذية للعراق من شمال الجنوب. والله إذا تحسبها حجي وسامرة تطلب الدولة الآن بواحدة بس هاي الحبوب سامرة يطلب الدولة يمكن 407 مليار، دليل على أن الفلاح ابن مدينة سامراء هو متصدر الزراعة يمكن بشكل عام، يمكن نادرة وقضاء بالعراق مسلم بهذا الحجم. سامراء أخي العزيز أستاذ محمد، سامراء تعد من المدن التاريخية، من المدن التاريخية ومن بزوغ من قبل 7000 سنة هي مدينة زراعية، ولحد هذا اليوم هي مدينة زراعية، والأرض مالتها خصبة ومنتجة، منتجة للمواد الخضرية ومنتجة للمواد الفواكه والخضر بكافة أنواعها. زين الفلاح لو مسامرة تطلب 400 وكذا مليار، زين هاي المبالغ ليش الدولة لا تعلن، لا تنطي موعد، لا تحدد موعد، لا يكون نبأ يفيد؟ مش هنا الأسباب، يعني الفلاح شنو الموظف يصرفوا له راتب والفلاح يتعب 6 أشهر 7 أشهر ويكد ويشتري بالديان ويكد بالديان، وآخر شيء يمسح إيده بالحائط، دينار ماكو. شكراً حجي، أبقى ويانا حجي. أنا أشكر قناتكم الموقرة وأتمنى لكم الموفقية في لقاءاتكم. واجبنا حجي، شو راح تبدي الموسم التبايرو؟ والله الموسم ما الشيخ ما قصر وما عندنا شيء نضيف عليه، شيء عندنا نضيف بالـ 14 ووجه كلامنا موجه للرئيس الكاظمي يدبى الفلاح نال 14 فلوس ما قبضناها والناس كلها قاعده ببطلك وش ماني الله وكيلك. زين السنه شو راح تسوي موسم انتقل 2014 ما قدره اقعد كل ماني لا اسوي موسم ولا هذا وارجو من الدوله من رئيس الطب الكاظمي يربي الفلاح ويعطف بي واكثر من هذا ما عنده. نشكركم والله ان شاء الله يوفقكم. شكرا جزيلا واجبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي الموسم على الأبواب وبدأ الموسم، يعني صار أكثر من كم يوم من بدأ الموسم، شو راح تتعاملون السنة بهاي الوضعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما هو معلوم مجتمع سامراء مجتمع زراعي، والزراعة في سامراء زراعة مثل ما تفضل الشيخ أبو العبيد، زراعة لها جذور تاريخ قديم، وسامراء تغذي كل المحافظات العراقية من الجنوب إلى الشمال بالخضروات، وشراء الخضروات حاليا فشلت فشل ذريع، إنتاج أكو مردود اقتصادي ماكو. هاي بالنسبة للفواكه والخضر. بقت فقط مسألة الحبوب. الحبوب يعني احنا في من 2012 وقبل كانت ب 820 ألف دينار سعر الطن، وناخذ مباشر تسلم الحنطة والدولة تجهزك بكامل المبالغ. زين هاي وراء المأساة، وراء ما رجعنا بعد التحرير والفلح، يعني في وضع اقتصادي مزري تعبان بشكل. نزلوا أسعار الحنطة، سووها الأولى ب500 وأعتقد ب540 وما تطلع بهذا السعر. زين وما نزلت كل المستمسكات اللي تدخل بالزراعة، ما نزلت كل العناصر اللي تدخل بالزراعة، ما نزلت أسعارها، لا أبو الدراسة نزل سعر، ولا أبو التركتر نزل سعر، ولا أبو الأسمدة الكيميائي نزل، ولا البذور. بالعكس البذور صعدت النوبة، البذور هالساعة أي بذور مستردة تلقاها مليونين لربع طن الواحد. نعم الطن الواحد، وحتى مليون ونص الطن الواحد. زين حجي ليش الطن المستورد مليونين وليش الحنطة العراقية ب500؟ هو ماكو دعم، هو المفروض الدولة تسوي موازنة، دعم ماكو ولا اكو اهتمام بالزراعة أصلاً، وجاي إحنا نزرع، هو فقط بقت شغلة البذور هذه مردودها محدود جداً على الفلاح، مردودها كلش ضعيف. دوا تجي تحسب كلفة الطن الواحد إيش قد تكلفك، ما تطلع لك ربح ب200 ألف دينار بالطن، ومع العلم هي فترة كلش طويلة الحنطة، تبدأ هسا بدت تبدأ من شهر العاشر إلى أن يبدأ التسويق بأواخر الشهر الخامس، فيعني وقت كلش طويل، والفلاح ما جاي يستفيد، ولاكو اهتمام بالفلاح. يعني المفروض الدولة، هي مسألة بيع وشراء. أنا جاي أجيب البذور مالتي وأتعب عليها لمدة 7-8 أشهر وجاي أجي أبيعها لوزارة التجارة. زين وزارة التجارة غير المفروض هي مهيئة المبالغ ومخليتها في حساب وبالبنوك، حتى الفلاح من يسوق الحنطة مالته يجي يستلم مثل ما شارت قبل. إحنا عندنا تجارب سابقة قبل الاحتلال، بنفس اليوم تسلم الحنطة والكاتب يكتب لك الصك وتروح تسلم من البنك.
زين شنو اللي اختلف علينا؟ مو احنا عندنا عجيب يا سنه كانت هاي الطريقه ان تسلم الحنطه قبل الاحتلال. والله هي اخاف يتاخر يوم زين مباشر، والمبالغ مرصوده موجوده. زين هسه ليش احنا جايين نسوق نفط قبل ما يبدا الموسم يرصدون المبالغ زين. سابقا قبل ما يبدا الموسم نعم ترصد المبالغ، كل شيء موظفين قاعدين، والفلاح يروح يقبن يجيب الورقه مالت القبن يعطيها للموظفين، هو وقف ينطر الصك ماله. زين هسه شنو اللي صار هسه المفروض هسه احنا مو هسه جايين نسوق 3 ملايين 4 ملايين برميل يوميه. زين اضافه الى هاي التقنيه الحديثه من حاسبات واجهزه وكذا واتصالات، المفروض تصل العمليه اسهل بعد. والله المفروض الفلاح يجي الصك ليه ما بالبيت، البيت المفروض يجي، مو يضل ينتظر. احنا شو جاي نشحذ شلون؟ يا حكومه يا السيد رئيس الوزراء يا وزير التجاره، ما جاي نشحذ من عندكم، اموالنا جاي ننطيكم اياها، تعبنا وعوائلنا وفلوسنا جاي ننطيكم اياها، وينها جاي تسوون علينا بالقطاره؟ بال 2014 لحد الان بال 2014 اكو فلح ما استلمت. زين مع العلم وزاره التجاره مستلمه، والمستندات مالت الاصوليه الرسميه موجوده مالت الفلاح، زين ليش ما تنطوا امواله؟ زين هسه الموسم بدا واني ماخذ، والله مثل ما قال الشيخ ابو العبد، زين اغلب الفلح ماخذه بالاجل كاربل بدايه من الكراب، كاربل كراب زين بالاجل، والكيمياء بالاجل، والحنطه بالاجل، وحتى المبيدات بالاجل، وحتى بالحاصده بالاجل، زين كلها ساعه كلها وفلوس ماكو، زين شلون نريد نسجلون هسه موسم؟ مع العلم انتم جاي تاخذوه وتطحنوه وتوزعوه حصه تموينيه للمواطنين، تمام لولا؟ تمام. زين ليش مو انت حقيقه يعني مو صحيح ولا صار العراقيه كلها تشتغل على حنطه الفلاح؟ مو خير من الله هالساعه شجعوا للفلاح، ولا شفنا مسؤول زارنا، ولا شفنا مسؤول جاي قعد وجمع له. وهذا طبعا انا هم في بهاي المناسبه اعتب على الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه، ما له اي دور، اي دور ما له. المفروض يطلع سيد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه يحث الوزارات، يحث شويه سيد رئيس الوزراء، زين يسهلون امور الفلاح. احنا هالساعه زين ضربات مؤلمة، ضربات موجعة للزراعة العراقية. كيف الخضروات ما لها قيمة بالعراق؟ شلون يعني هي جزء من المائدة؟ ليش هسه كيلو الطماطم 1000 ونص و1000 وربع 1000؟ كأنما عوالك سياسة هي ضد الفلاح. والله لو بس الأسعار يصير بها توازن، لا أظل الخضروات موجودة على مدار السنة وبأسعار يستفيد منها الفلاح زين، وما أضر المستهلك زين. بس ماكو يعني هاي الزراعة ما حد يهتم بها، عبارة عن فوضى حاليا الزراعة، ماكو أي اهتمام، ماكو أي اهتمام بالمجال الزراعي. إحنا نريد مواطنين حقنا وإحنا جزء، والله أقل شيء هذا، أقل شيء يعني. مو هذا حقنا وجزء إحنا من الاقتصاد العراقي زين، حقنا إحنا من ننتج ونتعب إحنا وعوائلنا زين، وكل المصالح المرتبطة ويانا حاليا هي جاية تأذى من هذا الوضع. ماكو فلوس، ما جاية تنطى الدولة فلوس كل 20 يوم كل شهر من 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 بداية التسويق لحد الآن. يمكن إحنا على الدور وزعوا 600 صك، شنو قيمة 600 صك والمسوقين أكثر من 3000؟ شو وقت راح تسددون هذا يعني 600 صك؟ 600 من أصل أكثر من 3000، أعتقد 3200 على قضاء الدور. زين ها شو وقت راح تستلموا؟ هسه الموسم بدأ والفلاح قاعد يناجي ربه زين، ونعم بالله زين، ما غير الله سبحانه وتعالى. وإلا شو أنا مطلوب الفلاح مطلوب مع الموسم السابق زين، وهسه عبد الموسم زمن أبو مكاتب راح تعطيكم الجدول. والله عمي مات أنا أبو مكتب وفلاح بنفس الوقت، والله ما ننطي الفلاح ماكم كان يا هي انفلاساتنا كلن عند الفلح زين مين أجهز أنا؟ أبو الجملة ما ينطي، أبو الجملة ما ينطي سنة على سنة، ما يرهم زين. لازم الفلاح يصفر حسابه، ما تبقى عليه الدولة تعطي. العام كانت شويه طريقه اسهل، العام الماضي يعني ورا يكون شهر اعتقد شهرين كل الفلح استلمت مستحقاته، بس السنه ماكو ماكو يعني. هاي المشكله هذه السيد رئيس الوزراء الناشدك باسم الانسانيه، الناشدك بالله ان توقف ويا الفلح زين، وترى وضعنا كلش صعب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. يعني هو وضعنا وضع يعني مزري حقيقه يعني. انا مسلم حنطه للدوله ويعني فلوس ما انطوني، شلون ابدا؟ بس ردفتني شلون ابدا؟ والله لا ابدا ولاش ولا بالمكتب سبعه يقدر ينطيني خلاص. هاي وحده. ثاني شيء يعني بالنسبه للخضروات، صار الخضر مسامره في تحال مستورد ووقعوا سوقه، انتهت يعني باذنجان فلسين، طماطم فلسين، خلاص ما سامره علق السوق لان ما شاء الله. هاي وحده. ماكو استاذ شرت الحنطه مال 2014 يعني سياره طابقه على السايلو وصارت مال 10/6 وسلموا 10/6 لحد الان ما قاضين دينار. يعني احنا ناشد رئيس الوزراء هواي ناس من 2014 هواي كثير ناس تطلب ما قبضت ولا دينار لحد الان،
ومطلوبه ومكسره قاعده بالبيت. الله وكيلك محمد كفيله. فهذا اللي ما اقدر نضيف اكثر من هذه النظافه الجماعه، كل هذا الوضع يعني مأساوي حقيقه. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا هي اولا حقيقه اليوم هي دعوه لوزاره التجاره، اليوم انتم الجهه المستفيده من هذه، ودعوه لدوله رئيس الوزراء. الكل استبشرت خيرا باكتفاء الذاتي اللي حصل في من المحصول الزراعي، واتصور انه اكتفاء ذاتي حسب تصريح وزير الزراعه وزير التجاره انه لمده 3 سنوات، يعني نادر ما تجدون، يعني لعله هذه السنه تكون سنه تصدير وتصدرون المنتجات الزراعيه او الحنطه تحديدا، وتستفاد كاستفاده كيكون العراق لاول مره بلد مصدر، ما احنا ما عندنا شيء نصدره باستثناء النفط، لعل تكون الحنطه ايضا او المحاصيل الزراعيه ضمن الواردات العراقيه. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن الموسم الشتوي لعام لهذا العام حقيقة، والتحديات اللي تواجه هذا الموسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو مشكلتكم اليوم على هذا الموسم الجديد؟ خلاص إحنا بالنسبة لنا ناس يعني كلها الفلاح يعني هو العمود الفقري بالنسبة للدولة. وإحنا صدق يعني الفلاح هو هسه حاليا يعني هو كله ماخذ يعني حنطة الكيمياوي المدري مخرب العادي. هسه جو الموسم يوم 22/10 بعد 8 ايام يبدا يعني الموسم الشتوي. طيب فاحنا شري احنا الدوله والدوله لحد الان لا كل شيء منطقتنا من 14 مطلوب يعني احنا نطلب الدوله. وهاي السنه هم جت كل شيء ماكو شيء مروز يعني انت هسه تطلب الدوله عام 2014 و2020 لحد الان كل شيء منطقنا يعني بالنسبه لنا كل شيء ليش وزعوا السمي صاك والباقيين كل شيء ماكو لحد الان. فاحنا مودنا شر يرجع مثل الدوله يعني تتعب الفلاح يعني الكيمياوي ماخذ بدين حاليا الحصاد بدين الحب بدين كله ماخذ بدين. اذا شو راح تبدي موسمك بهاي الطريقه؟ هو احنا ايش هسال ترى على الكيمياوي اقول لك يا باني اطلبك من العام تسددني حتى انطيك. بس لحد الان لا حد سدد يعني ما حد انطانا غير حتى ينطونا حتى ننطل الكيمياوي قبلنا اليوم. شيء تقريبا مطلوب يعني شيء مطلوب هو مطلوب مثل انت ماخذ مرشبة دين هاي مثل البواري شيء سعرها هذه يعني 500 ملايين 6 ملايين كل يعني مرشه كيمياوي مثل ماخذ انت 3 2 4 2 4 5 2 بدين هم يعني ما كل نحشون نتنا يعني هسه يجعلها اقل فلاح مطلوب 12 13 مليون طبعا طبعا ايه هسه الفلاح حتى ما يقدر يعني ما يقدر كل شيء يسوي يعني ما يقدر يزرع واذا ما زرع الفلاح يعني ينكسر لا نقول شنو اللي راح تسوي؟ والله حاليا حد فلوس ماكو هسه حتى نروح على اضعف الايمان فلوس ماكو الدوله ماكو الموسم شنو اللي راح تسوي؟ يعني كل شيء نسوي ما اقدر نروح لازم لنا ما حد يعطينا بعد بدين حتى نزرع يعني عنده حب يرطش ولا ما عنده حب ما يرطش هيك هذه مشكله مشكله اي والله كريم الله ييسر الله ييسر نبقى وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استاذ محمد الكلام اللي تفضلوا بيه اخواني هو يكفي وتوضحت الصوره للجميع، ولكن اكو اضافه او نقطه رئيسيه ما حد تطرق لها وانا اعتبرها في مشكله اساسيه وهي هجره الفلاح. هجره الفلاح من الريف الى المدينه يعني هجره عكسيه. طبعا هجره عكسيه يعني الفلاح من يجي يشوف انه الدوله ما تدعمه بصوره حقيقيه يطلب الدوله مبالغ. دا نشوف من خلال معايشتنا للحاله ومن خلال الواقع اللي احنا عايشين به انه اغلب الفلاحين اللي موجودين واللي احنا متحدثين معاهم يقول لك اني هاي السنه ما ازرع اتجاهي الاول والاخير الى المدينه اني اتجه ليش للمدينه. الناس زروع واراضي ويعان استاذ محمد بالدرجه الاساس الفلاح بما انه هو اساسا ما مدعوم من قبل الدوله بالاضافه الى ذلك يعني هو اساسا يطلب الدوله يعني هو ما محتاج انه الدوله تدعمه ولكن يريد استحقاقاته هي اساسا استحقاقاته ما ماخذها. فيعني الجانب الاهم انه ماكو دافع مهم وجانب مردود او مردود ايجابي حتى يزرع. والدليل على هذا انه احنا نشوف ومعايشين الحاله انه هي حتى المحاصيل الزراعيه بطبيعتها
ليست مدعومة، وانت تعرف انه انا كيلو الطماطة بالنتيجة النهائية في موسم الصيف من تنزل طماطتنا يعني اذا بيع الكيلو 100 يعني انا فرحان، بينما هسه انا امس او امس الاول اشتريت الكيلو بألف او الف ونص او الف وربع كيلو الطماطة الواحد يا استاذ محمد. فانا بالنسبة لي كفلاح شون يكون عندي دافع ازرع واني اشوف هاي المقارنة. اتصور احنا كان عندنا حلقة بدأ بالموسم يعني 18 كيلو باذنجان او 20 كيلو باذنجان كانت ب 500 دينار لو اني مضبوط اليوم بايش كيلو باذنجان؟ والله يعني الكيلو هو مو قياس استاذ محمد، يعني تدري الكيلو مال الباذنجان هسه لو نحسبه يطلع 200 بس بالنتيجه النهائيه احنا بعنا الصندوق مال الباذنجان الواحد ب 500 دينار يعني الفرق كبير. عندك نقطه اساسيه من تجي تباوع عليه يعني الفلاح، اكو جانب مهم استاذ محمد، الفلاح من يهاجر من الريف الى المدينه ايضا اكو فد مشكله كبيره اللي هي راح تحدث عندنا ونحن لازم نعالجها، اللي هي راح تصبح بالمدينه نسبه بطاله كبيره. بالتاكيد هسه اذا تسمح لي اليوم اذا نشوف احنا كان عندنا حلقه عن عمال المصدر قبل يمكن صار حلقتين او ثلاثه حلقات، غالبيه عمال المصدر هم فلح من ابناء من ابناء الاطراف المدينه. استاذ محمد هاي البطاله الاجباريه مشكله، يعني انت عندك بطاله اختياريه وبطاله اجباريه. هسه لو نرجع عليه الفلاح من يروح للمدينه يروح ما يلقى له شغل اصبح قاعد بالبيت اصبح عنده بطاله اجباريه. هاي اساسها البطاله الاجباريه نتائجها راح تكون ومسبباتها على الدوله. وطبعا احنا نطلب من الجهات العليا معالجة هاي الحالة والنظر. مستمرة الهجرة من الريف للمدينة استاذ محمد؟ إذا ظل الوضع على ما هو عليه أكيد تزداد بعد أكثر، لأن الفلاح إذا هو ما عنده دعم ما عنده وارد إله يروح يقول لك أنا إذا أشتغل عمالة بالمصدر يوميا طلع لي 10,000 عسى ولعل أنه أعيش عائلتي وتمشي أموري، ليش أنا أظل مطلوب له بالمكتب له بالمبيدات الزراعية؟ وتعرف أنت ماكو فلاح ما مطلوب فد 10-12 مليون مثل ما تفضلوا به أخواني الأعزاء. شكرا جزيلا. شكرا محمد. اليوم شنو المشكله؟ مشكلتكم فقط هي عدم الاستلام محاصيل الحنطه لهذه السنه، لو هذه مشاكل متراكمه عليكم. والله استاذ محمد هي بالنسبه هي شغلاتنا واقفه على الفلوس مالت الحنطه. بس هذه مشكله انيه، يعني المشكله هاي عمرها ما صار 4 أشهر 5 أشهر. انتم من قديم الزرع بدا يعني حتى الواقع الزرع بدا يتاثر وبدا حقيقة بانهيار مو مساب مثل قبل 6 سنوات و7 سنوات. ما يخالف استاذ محمد، مثلا العام الماضي كان اكو فلوس مباشر ورا ما انتهى التسليم بشهرين انطوا سلمنا الحنطة اجت الفلوس الامور كلها ماشي عادي، الشغل مالنا ماشي كله اوكي. مثلا السنة ومقبلين على هذا الموسم احنا لسه مثلا مو سادين مالت العام، من راح اجي للمحل ما راح ينطيني. أنا إذا ما عندي فلوس ما راح أقدر أشتغل، يعني أنا بالنسبة كفلاح يعني حتى إذا ما جت فلوس الحنطة ما حد راح ينطيني حنطة للمحلات ما أزرع. يعني أنا بالنسبة لي حتى مقرر إنه قاعتي أجرها أحسن ما تبقى متروكة لأن ما أقدر أشتغلها. مو يعني معقولة أنت بهاي الأزمة كل شغلكم واقف على موسم الحنطة يعني إيه؟ ما كان عندكم محاصيل زراعية ما يخالف أستاذ محمد، بالنسبة الهلنة الحنطة المصدر الرئيسي بالنسبة للفلاح. الحنطة اعتماد الفلاح على الحنطة ما يخالف، لأن أنت تدري المخاضير كل أسعارها متدنية بشكل يعني كل فايدة ما بيها رغم الحنطة، بس على العموم الحمد لله كل هالسنة الفاتت رغم يعني حتى أنا مو أطلب من 14 أطلب أنا باقي بس من الدولة والله باقي أطلب تقريبا 6-7 ملايين باقي. المهم إحنا نتأمل لحد الآن نتأمل، وإضافة بدينا الحمد لله مشت الأمور وسلمنا وراها واستلمنا بس بقت هاي السنة يعني، فاذا ما يعني تجي فلوس يعني وينطونا فلوس ما نقدر نشتغل ولا اهل المحلات راح ينطونا. فعلى العموم ناشد طبعا رئيس الوزراء انه يعني ينظر بشغلتنا. شكرا جزيلا. اليوم مشكلتكم انتوا انتوا يمكن اصحاب مكاتب يعني. اذا امكن انتوا اصحاب مكاتب اليوم يمكن مشكلتكم اكبر يعني لانه الفلاح يعني بايعكم الكم فهذه محمد... صار عليكم الضغط اكثر من الدوله طبعا باعتباركم الحلقه الاضعف. استاذ محمد احنا يعني كنا داخل حلقه واحده احنا والفلاح، يعني احنا احنا حاليا امام مشكله تتكرر سنويا، يعني كل سنه نفس المشكله وتاخير مستحقات الفلاحين، واصبحت مشكله مزمنه تعيق من تجديد الفلاح على الموسم المقبله. يعني هسه الفلاح على ابواب الموسم الشتوي اذا ما سلم فلوسه هناك اصبحت يعني ضغوطات ومشاكل بالنسبه للفلاح. انا كابو مكتب هم يعني فلوس عند الدوله
لا راح اقدر يعني انطي الفلاح مثلا ادينا للموسم ولا هو عنده امكانيه يشتري نقدي. بعدين مو بس هاي اكو نقطه، يعني هسه شركه البذور، شركه البذور هسه منها ايش راح تقوم تنطي حبوب للفلاحين. زين انت ليش ماكو حياديه؟ ليش مثلا من يجي الفلاح اللي يستلم الحنطه مالته اذا مو فلوس نقدي ما تنطيه؟ وليش الدولة من يسوق الحنطه؟ يعني هسه الدوله عذرا، يعني الدوله الفلاح من يريد ياخذ لازم يسلم نقد. لازم نقد. هسه شركه البذور اللي هي تابعه لوزاره الزراعه راح توزع حنطه على العقود مثلا مال الفلاحيه، اذا ما ينطي فلوس نقد ما يشيل له حبايه. وش منين راح يجيب الفلاح ينطي نقد؟ زين انت فلوسه من ال 14 حتى نعاصبها، ثاني شيء هو يعني الفلاح خارج من انتكاسه ال 14 بعد هجوم داعش، الناس نزحت، نجت برواحها، تركت منازلها، تركت املاكها، تركت جراراتها، مرشاتها، من اجى لقى ايده والقاع، يعني لقى كل شيء ماكو، فبدا من الصفر، ذلك يعني خلى عليه ضاعفت الديون عليه، يعني ال 14 ايش كنت تطلب الدوله؟ حاليا كثير، يعني احنا الفلاح يطلبونه واحنا نطلب الدوله. يعني مشكلة هذه مبالغ كبيرة جدا. مشكلة قلت لك هسه انا كأب مكتب ما اقدر ادين، يعني العام ادين لحد الان ما سدوني، والحنطة اللي مشتريها انا لحد الان ما قابض فلوسها، يعني هسه انت شفت المحل مالي تقريبا فارغ، يعني اصبحت مشكلة ومعضلة هذه، احنا شو راح نشتغل فلاح؟ شو راح يشتغل؟ ما اعرف. الله يكون احنا الناشد يعني من منبركم الكريم السيد مصطفى الكاظمي لحل هذا المشكله، يعني هاي مشكله تتكرر سنويات اصبحت يعني سببت مشاكل هاي بينكم وبين الفلاح. اي طبعا الفلاح يريد منكم، انا سلمتك ما اي طبعا. هسه هو يخابر يقول يعني احنا فلوس شلون زيناني فلوس مو قابض، وهو الناس حقها وما عندها يجدد هذا موسم، يعني اجل الفلاح من شهر العاشر العام هو بدا يشتري الكيماوي ويشتري الحنطه ويشتري كله بدين مع العلم، وهسه احنا 22 10 مقابض فلوس السنه. زين ليش الموظف كمثال الموظف شهر واحد تقوم القيامه، ليش الفلاح صار له سنه مقابض فلوسه وهو العنصر الاساسي هو السل الغذائي بالنسبه للعراق الفلاح؟ والله السنه يعني حتى الموسم يعني الفلاح المفروض يكافئ، مو يعني بهذه الطريقه يعامل انه استعفاءاته. استاذ محمد يعني رغم هاي الصعوبات مال المر بها الفلاح بعد ال 14 لحد الان هم مطلوبين، مع ذلك يعني انجزوا، يعني اطلع ناتج يوازن العراق منذ ثلاث سنوات. اكتفاء ذاتي، يعني المفروض انت تكافئ، مو كان وفوق هاي النوب انت شوف شلون كافئته، شوف شلون جازت الحكومه، يعني قبل ال 14 كان الطن مال الحنطه ب 700,000، ورا ال 14 من جاء هو مجرود وما عنده كل شيء، الطن نزلوا لي سوى ب 500، هسه العام قطعوا 10%، السنه قطعوا 10%، يعني هاي مو طريقه عمل، شو راح يشتغل؟ بايش حاله الفلاح راح يروح ينافس ابن المدينه يشتغل تاكسي يشتغل عماله، وهذا اللي يعاني منه ابن المدينه، اصلا هي المدينه مو عايزها بطاله. هي المدينة أصلاً ما عايزها بطالة، هي نصها قاعدة. شكراً جزيلاً، شكراً. تعال جاي. تعال هنا أستاذ عمار يا أستاذ محمد. حقيقة هي أولاً دعوة لدولة رئيس الوزراء، اليوم يعني تلاحظ أنه معاناة الفلاح كبيرة جداً، واليوم تحتاجون أنه تلتفتون التفاتة حقيقية أنه مو يكافئ الفلاح، المفروض الفلاح يكافئ وتسلمه. أكو مشكلة أنه أبو الزراعة ما يجدد العقد إلا نقداً، يعني إلا يسلم نقداً يلا يجدد العقد للفلاح حتى يدخل بخطة زراعية، وأبو المصرف الزراعي يريد مستحقات اللي ما أخذها بالجماعة المبادرة الزراعية سابقا يطالبون بالتسديد الآن، والفلاح ما مستلم. بالإضافة اليوم أن الدولة عندما تنطي الحنطة للفلاح تنطيها نقدا هم مو بالآجل، يا ريت تكون أكو موازنة مثل ما تطالب الفلاح تسديد بما بذمته للدولة أيضا تسددوه حقيقة ما تطلبوه من مستحقاتي، ما يطلب المواطن أو الفلاح للدولة أن يسدد بنفس الطريقة. أنت اليوم مو تجبره يسدد المبادرة الزراعية ويجدد العقد نقدا ويستلم البذور نقدا والمواد الزراعية والكيمياوية نقدا، تيجي انت اليوم وتأجله خمسة أشهر أو ستة أشهر والله أعلم هاي السنة تنطوهم، وما أتصور أن الفلاح هذا العام راح يستلم مستحقاته لعام 2020. نتواصل وياكم وننتقل إلى مدير زراعة سامراء لعلنا نجد أو حل أو كلام يوصل فكرة للمسؤولين من أجل إنصاف المزارع في محافظة صلاح الدين. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن الموسم الشتوي لهذا العام، وخاصة بعد تأخر وزارة التجارة بصرف مستحقات المزارعين، بضيافتنا المهندس الأقدم الأستاذ ناطق. السلام عليكم أستاذ ناطق. هاي المايك واخذها بيدك، هل يهمك؟ تحية طيبة لكل مشاهدين قناة سامراء، القناة الأكثر تواصلا مع الدوائر الزراعية وكشف المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي والفلاحين في قضاء سامراء. الله يبارك فيك أستاذ ناطق. اليوم مزارعين وقفوا بطوابير طويلة يتساءلون، الموسم الشتوي بدأ ووزارة التجارة لم تلتزم لحد الآن بتسديد مستحقات المزارعين، بهذه الطريقة إلى أين يتجه هذا الموسم؟ طبعا احنا يمكن ما يخفى على احد موضوع المستحقات الفلاحين، طبعا هي هاي مشكله دا يعاني منها الفلاح سنويا. احنا يعني في اغلب السنوات يعني احنا دا نحث الفلاحين انه التسويق الى مراكز استلام البذور، يعني ما نريد نوصل الى مرحله انه الفلاح يخلينا في موضع اللوم. الالتزامات وزارة التجارة المترتبة بحقها الفلاحين لحد الآن، المبالغ المسددة بحق الفلاحين تقريبا 17 مليار، ولا زال هناك مستحقات الفلاحين. ايش كثر من 17 مليار؟ هذا التفاصيل الأرقام أعتقد موجودة، يعني تقدر تعرفها من السايلو. احنا بغض النظر عن هاي التفاصيل، عندك شيء تقريبي فكره عن الرقم؟ لان ما هو تقريبا احكي لك على موضوع سامرة يعني تقريبا المستلمه 3300 سياره في سايلو سامرة، المبالغ المترتبه على يعني شيء تقريبي اتوقع يعني 470 تقريبا مليار. تقريبا 407 مليار. تمام. الوضع الحالي للدوله اذا تسمح لي خلينا بس نسوي معادله بسيطه. نعم. من اصل 407 مليار الدوله لحد الان ايش قد ساده؟ 17 هاي مليار. هاي المشكله طبعا. طيب شو كثر راح تسد المزارعين واحنا الان هاي المشكله؟ احنا بدخول طبعا يعني بدخول موسم الشتوي دخل. الموسم هو بدا بالفعل. حاليا الفلاح دا يعاني من موضوع الموسم الشتوي بحكم عملكم بشويه شهر يبدي. احنا كدوائر زراعه كالمعتاد احنا نطالب بتهيئه عمليه الاستزراع في الشهر العاشر تقريبا نهايه شهر 15 11. الفلاح حاليا يعني يكاد ان يكون عاجز عن تهيئه الامور الخاصه. اذا بس قرب ما عليك تهيئه الامور الخاصه بموضوع تهيئه الارض من حراثه البذور. لحد هذه اللحظه الفلاح لم يستلم البذور الخاصه بالخطه الشتويه. خلي نقف يم نقطتين. نعم. خلي نقف يم نعم. نقطتين نعم. اذا تسمح لي. موضوع البذور لحد الان انت الزراعه ما مسلمي بذور. نعم موضوع البذور احنا ما نقول هو تاخير متعمد، ولكن هناك اجراءات طلبت من المديريات الزراعه على العراق بشكل عام بشان الاسم الرباعي للفلاح، التصاريح الأمنية. مثل ما تعرف احنا اغلب الاسماء المسجلة لازم تدقق أمنيا خوفا من ذهاب هذه المواد المرصودة للفلاح الى جهات اخرى. استاذ ناطق خليها واحدة عليك يا استاذ. فلاحكم صار له سنة سنتين ثلاثة يزرع يومكم، ماكو فلاح جديد يومكم. أكيد. اليوم التصاريح الأمنية وانت هو اغلب الفلاح المزارعين هم مسلمين لوزارة التجارة. نعم. يعني ابو التجاره دي يدقق امنيا وانت تدقق، ابو التجاره ما يمتصك الا مدقق امنيا، وبالزراعه ما يجدد صك الا يدقق امنيا. بصراحه خلينا نكون منصفين بهذا الموضوع. احنا كدوائر زراعه احنا الخطه الشتويه احنا نرفعها للمصادقه، والجهات المعنيه بالامور التدقيقيه الامنيه اقصد بها احكي لك ضمن القاطع يعني كمكاتب الامن الوطني او دوائر الاستخبارات. طبعا الاخوه هنا يعني في سامراء متعاونين بشكل كبير يعني ودائما متواصلين فيما يخص موضوع الخطه الشتويه، ولدينا اتصالات يعني تكاد
اسبوعيا اكثر من مره ومرتين في سبيل تسهيل هذه العمليه. وهم يعني خاصه هذه الدوائر كاستخبارات وامن وطني يعني يحاولون انه ينجزون هذه الاجراءات بالسرعه الممكنه حتى يعني حتى لا تاثر على سلبا على الفلاح او على العمليه الزراعيه. تعرف انت هسه حاليا احنا يعني يعني بوقت حرج، الفلاح يريد يعني يبدا الموسم مالته، ما اريد تلك سامرة يعني استعادت نشاطها خلينا نقول بالسنتين او الثلاثه الماضيه، نريد هذا نرجع سامرة الى سابق عهدها. القطاع الزراعي احنا سامرة معتمدين على هذا القطاع في الحياه الاقتصاديه، اصبح المورد الوحيد في محافظه صلاح الدين بنسبه 90%. نريد نحد من موضوع الهجره العكسيه التي حدثت، نريد نرجع الفلاح ونحثه انه اكو دعم مقدم، دعم حقيقي مو مجرد وعود وكلام. الفلاح يعني اعتقد هو يعني صار عنده جزع من موضوع نعم انا افهم اولا الفلاح ما منطي الصك مالته، نعم يجي يجدد عقده تريدون نعم. من عنده فلوس نعم. صحيح نعم. يجي يريد يسوي يعيد مشروع اللي هو اصلا سلب ونهب جراء العمليات العسكريه، يريد يعيد المشروع ما عنده امكانيه نعم. اليوم هذا كله يترتب على دائره التجاره والزراعه، اليوم يتعاونون في سبيل تسهيل امور الفلاح. استاذ محمد يعني احنا بصراحه يعني موضوع المستحقات الماليه المترتبه على وزاره التجاره احنا نتامل ان يكون هناك يعني حل جدي وحل جذري لهذه المشكله التي تكاد ان تكون يعني سنويا هي تثقل عاتق الفلاح. الفلاح يعني احنا مو من المنطقه يعني اطلب هسه من الفلاح يبدي موسمه زراعي ويشتري اغلب الاحتياجات مالاته بالدين وتترتب عليها موضوع فوائد انا اقدر اوفر له. فنتأمل يعني من وزارة التجارة وزارة المالية يعني كوزارة يعني ساند لوزارة الزراعة أن يعني موضوع المستحقات المالية الإسراء بتسديدها للفلاحين، لأن إحنا قلت لك هذا الموسم بدأ وعلى الأبواب وأغلب 90% من فلاحينا لحد الآن ما مهيئين لبداية الموسم. طيب اليوم أستاذ ناطق إذا لحد الآن ما توفرت وزارة التجارة وزارة المالية التجارة منطقة شو راح تعمل تعالجون هذا الموسم، وخاصة إذا تسمح لي محافظ صلاح الدين يمكن الثاني على العراق، على العراق نعم. وسامراء الأول على صلاح الدين صح. اليوم شلون نريد نزرع إحنا اليوم والفلاح ما منطي مستحقات؟ هي هاي المشكلة اللي إحنا دا يعني دا نعاني منها. إحنا فلاحنا يعني أصلا هو خلال هاي السنوات الماضية هو طالع من نكبة، طالع من نكبة ولحد الآن هو دا يعاني من ديون مترتبة بحقه. فيعني ما من المنطقي يعني احث الفلاح هسه واقول له تروح تشتري الشغلات اللي تحتاجها انت بالموسم مالتك هم يلجأ للدين. بالعكس انا بهاي الحاله انا راح اثر سلبا على القطاع الزراعي. احنا لازم نتعاون كوزارات معنيه كوزارات التجاره ووزاره الزراعه ان نكون جادين مع الفلاح بتوفير كافه المستلزمات، بتوفير التخصيصات الماليه اللي طبعا هي راح تنعش الحياه الاقتصاديه يعني مو بس بالقضاء يعني بكل انحاء العراق. بالمناسبه ترى هسه اذا تجي استحقاقات بالمليارات تدخل المحافظه يمكن الشارع يعني الحركه الاقتصاديه بكل مفاصلها تتحرك. اكيد اكيد تتحملها الحكومه المركزيه دوله رئيس الوزراء شخصيا. خليني اضرب لك مثل استاذ محمد، احنا خلينا نحكي على قضاء سامراء. قضاء سامراء هو معتمد على القطاع الزراعي بنسبه 90 او 95% تمام بالتاكيد. يعني هذه المستحقات والنفط ال 400 او 450 مليار من تنضخ بالسوق او تسلم الى الفلاحين راح كل مفاصل الحياه الموجوده هي راح تستفاد منها. حتى سائق التاكسي صاحب المحل شنو المصلحه الموجوده هي راح تستفاد من هذه المبالغ، راح تنتعش الحياه الاقتصاديه. لهذا السبب يعني احنا فلاحنا يعني اذا بقت هذه الامور معلقه اتوقع السنه القادمه الفلاح راح يلجا انه يبيع المحصول مالته بالسوق المحلي، وتعرف انت البيع بالسوق المحليه راح يضعف الحياه الاقتصاديه للقطاع الزراعي والاقتصاديين للمدينه. ليش؟ لان سعر الدوله هو سعر يعني تقريبا مجزي، لا يعني ما راح نقول هو سعر عالي جدا،
بس يعني سعر مجدي. الفلاح يعني من راح يبيع بالسوق المحلية راح يلجأ يبيع بأبخس الأسعار، يعني المصاريف مالت الموسم الزراعي ما راح يسترجعها، يعني مجرد الفلاح تعب بدون ناتج. فإحنا يعني نتمنى أن تكون هناك نظرة جادة. اليوم ما نتمنى، اليوم تريدك أنت كرئيس يعني أكثر فئة في مدينة سامراء اليوم أريد الطالب من الحكومة، ماذا على الحكومة أن تفعل اليوم حتى نعيد الموسم نجاح العام نستثمره نحو الأفضل؟ إحنا التقينا يعني بالسادة النواب الممثلين قضاء سامراء وطرحنا هذه المشاكل، وإن شاء الله يعني وعدونا إيجاد حلول وحلول جادة. إحنا عامل الوقت اللي يأثر على هذا الموضوع، يعني ما يهمني أنا بعد شهرين الفلاح يستلم مستحقاته وهو حاليا يريد يبدي موسم بدون تلكؤ. لا، أنا محتاج هذا الموضوع يحل خلال هذه الأيام القادمة. فلاح اقتصاديا منهار، يعني ما أجي أنا وأملا أقول له بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أنه أنت تستلم مستحقاتك. بغض النظر إحنا دا نشوف وضع الدولة ماليا، يعني أكو أزمة مالية، بس احنا يا ريت الازمه الماليه ما تاثر على واقع احنا اصلا عايشين عليه. واحنا هذا يعني استاذ محمد خلينا نكون صريحين، القطاع الزراعي بنظري يعني مو منحاز الى القطاع الزراعي، يعني بنظري لو يصير اهتمام به بشكل كبير راح يتجاوز وارداته القطاع النفط، واحنا دا نشوف اسعار النفط هي بتراجع دائم. يعني احنا بلد زراعي، يعني نحتاج الدراسة الصحيحة. والله استاذ ناطق من تجي تقارنها يعني قضاء مزارعين بقضاء سامرة تكون وارداتهم 407 مليار. نعم. يعني فتشي ما أصور أي شركة من شركات العراق المنتجة باستثناء النفط طبعاً. أنه يجيب هذه الأرباح. وإحنا عندنا يعني بصراحة يعني إحنا هاي المبالغ اللي دا نحكي عليها ترى يعني في الجزء المستغل في الجزء قليل، يعني خلينا نقول 30% من مساحات الأراضي. إحنا لو يكون استصلاح لهذه الأراضي واستغلال فعلي بنسبة 80 أو 90% راح هذا المبلغ راح يعني راح تشوفه في ثلاثة. يعني هاي ال 400 مليار راح تلقاها 140 130 مليار، اي راح تلقى مبالغ تريليونات. ماشي، هاي طبعا ماكو هسه قطاع دا يحقق واردات هيك، يعني مثل هذه الواردات مال الزراعه مال الزراعه. لهذا السبب احنا القطاع الزراعي لا نستهين به. يمكن استاذ ناطق احنا من نتحدث على 4.7 مليار نتحدث فقط هو عن محصول الحنطه، يعني ما دخلنا بقيه المحاصيل طبعاً الاخرى. لا، احنا يعني الحمد لله وشكر الله يعني منعم علينا بارض خصبه في العراق. ماشي، الأجواء مهيئة لكل مفاصل القطاع الزراعي، كانت زراعة أو تربية ثروة حيوانية، والحمد لله والشكر يعني أغلب القطاعات اللي موجودة، يعني خاصة نرجع ونقول إحنا دا نتكلم على قضاء سامراء، القطاعات القطاع الزراعة بكل مفاصله ثروة حيوانية أو إنتاج نباتي، إحنا يعني سادين محققين الاكتفاء الذاتي ودا نصدر المحافظات شمالية وجنوبية. بهذه الحالة أنا من يعني أنظر لهذا القطاع بنظرة ثانوية، بالعكس أنا راح أثر على الحياة الاقتصادية في عموم المدينة. خلينا نكون نعمل دراسة صحيحة، المساحات الموجودة عندنا مساحات تقريبا أكثر من 1,400,000 دونم، غرب القضاء عندنا مساحات كبيرة، شرق القضاء خلينا نستغلها، خلينا نقدم دعم أكثر للفلاح. اليوم أنا إذا دعمته بأربعين كيلو خلي أزود الكمية مالته، خلي أسوي تسهيلات من موضوع مثلا تسديد بدلات الإيجارات مال العقود بحيث أفتح الفرصة لشريحة أكبر من الفلاحين اللي يعني اللي ما عندهم قدرة مالية أنه يدخل بالخطة الزراعية، خلي أسهل الإجراءات أنه أجل هاي السنة أدخله بالخطة يعيد نشاطه اقتصاديا. ماشي، حتى أنا باشر يعني من أجي أطالبه أنا أعرف هو جاء وارد بحيث يحقق لي إيرادات أني تخدمني أعطيها للدولة. فقلت لك يعني أكو عدة مفاصل يعني إيراد يعني نحتاج أنه نقف ماذا على الدولة ما تفعل باختصار؟
أولاً طبعاً خلي نبديها مرحلة مرحلة. موضوع الدعم يعني بعدة محاور، أنه أعيد العمل بموضوع القروض الزراعية أو المبادرة الزراعية. أغلب الفلاحين بالوقت الحالي قروض البنك المركزي هناك أكو عزوف، يعني تنحسب أنه موضوع الفائدة، فائدة وحلال وحرام، حلال وحرام. يعني تعرف إحنا مجتمع يعني متمسك بالعادات والتقاليد الدينية لحد هذه اللحظة. لو كان هناك مقترحات أنه هذه موضوع الفوائد تبوب بشكل عمولات مصرفية بحيث ما تترتب على الفلاح مواضيع فائدة، أتوقع أنه راح تعين الفلاح بشكل كبير. موضوع المبادرة الزراعية إذا رجع العمل بها راح ترفع العبء كبير عن الفلاح طبعاً، وراح تعيد نشاط. يعني إحنا لاحظنا سنة 2012-13 كانت المبادرة الزراعية طبعاً بأوجها بعد قبل أحداث 2014. يعني غرب القضاء، يعني إحنا شنا يعني نطلع جولات يعني نشوف المشاريع، يعني كان هناك استغلال الأراضي بنسبة 80%، كان استصلاح الأراضي الآن 30%، هس حالياً تقريباً 30%. فهاي هاي الأمور هي راح تعين الفلاح يعني بشكل كبير. زيادة الدعم حتى مشاريع الثروة الحيوانية، عندنا القطاع الزراعي نحتاج من وزارة الصناعة أيضا أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مثل مع معمل المعجون للبلد. أنا ليش أخلي الفلاح يزرع طماطة وهاي المحاصيل الباقية أو حتى تعليب التمور، ليش أخلي أوصله إلى مرحلة أنه يزرع والناتج مالته بعدين المستورد راح يأثر عليه ويرجع الفلاح ويعني ويتلفه هو بنفسه. وصلنا يعني شفناه أن الفلاح يحصد المحصول مالته لو يخلي يذبه بالشارع، لو يشمره قريب على مجرى الأنهار. هذا كله أستاذ محمد يعني بصراحة يراد له دراسة عميقة ويراد له اهتمام وحلول جذرية مو مجرد وعود. فلاحنا عانى كثيرا وإحنا مسؤولين أمام الله ومسؤولين أمام الشعب وهذا القطاع. شكراً جزيلاً أستاذ ناطق. شكراً جزيلاً. بنهاية حلقات نشكر المهندس الأقدم الأستاذ ناطق صالح مدير دائرة زراعة سامراء. يعني هي دعوة أولاً لدولة رئيس الوزراء، اليوم الموسم الشتوي يعني قد بشر به مزارعي محافظة صلاح الدين بشكل عام، ولما تكون نسبة التسديد لا تتجاوز من ديون مستحقات الفلاحين لهذا الموسم لا تتجاوز 3%، يعني هذه كارثة. معناها أنه الموسم العام بعد ما كانت محافظة صلاح الدين ثاني أفضل محافظة بإنتاج الحنطة وقد تكون سامراء هي الأول على المحافظة، هذه يراد لها اهتمام والتفاتة من دولتك من أجل ديمومة الزراعة والحركة الزراعية. وأتوقع أنه الجميع بتصريحات حتى دولة رئيس الوزراء أو مكتب رئيس الوزراء وبقية الوزارات تتحدث عن الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فشيء جميل جدا. لو دمتم هذه وأسددتم مستحقات المزارعين ممكن مو تكتفون بالسنة القادمة بل تستعدون لتصدير من محصول الحنطة ونكون بدل ما دولة استهلاكية إلى دولة مصدرة، وهذا بجهد مزارعنا رغم الإمكانيات البسيطة اللي تتوفر له حقيقة. وغابت عنا ندعوكم لإطلاق المبادرة الزراعية من أجل إعادة الحياة، أغلب الناس ليست لها القدرة على إعادة منشآتها الزراعية خاصة بعد الدمار والخراب اللي طالها جراء العمليات العسكرية. إلى حلقات أخرى مع تحيات فريق العمل وتحياتي، أنا محمد السام الرائي، لا يفوتني أن أشكر من رافقني في هذه الحلقة أحمد الشهابي. في أمان الله.